كمان هو الثاني قال بده يسافر يوم يومين، غاب شهر ولهلا ما بين. طالب خدي صالحة وفوت وشو ما بدك تقبرني. صالحة يا مو تعالي ساعديني نغير لأخوك. تعالي تعالي. عادي 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 الله يرضى عليك. هي يا بي مظبوط الكلام اللي حكيته أمك عن فرانس؟ ايه والله يا بي. ليش ما حكيتي لي؟ كنت عم أقول لحالي اليوم بيرجع وبكرة بيرجع، بس صار بعت لي كذا مكتوب وكل واحد من بلد شكل. أنا إذني قلبي يا بي والله مالي مطمنة. هيك غلط لك بنتي، كان لازم من بعد ما سافر بأسبوع تيجي تخبريني، بعدين مو حلوة تضلي قاعدة بالبيت لحالك. اسمعي بتضلي قاعدة عنا لبين ما يرجع. حاضر. وأنا رح شوف شلون أسأل عنه. ماشي. يلا يلا شرفوا تفضل. أهلا وسهلا شرف. طالب كيف تقبلي لنا قهوة؟ مريم مريم وينها؟ مريم تعي يا بنتي حطي على راسك والحقينا لجوا. يلا خير يا بي. شوفي الشاب اللي اجا معي هلا بده يحكي معك كلمتين. معي انا؟ ايه. طيب ليش يا بي؟ بخصوص شو يعني؟ على قوله في شيء بده يحكي لك اياه عن فرانس. فرانس؟ ليش عرفتوا وين اراضيه يا بي؟ مو على اساس دورتوا عليه بالشام وبيروت وما قدرتوا تعرفوا وينه؟ هلا هذا الحديث اجلوا لي اياه لبعدين. حطي على راسك وتعي. يلا امرك يا بي. انا رايح. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. مساء الخير. عليك مساء النور. شكرا على نسبتي حالي. تسلم. عادي يا ابي عادي. تفضل هيك كريمتنا موجوده. انا اسف مقدما على الشيء اللي رح تسمعيه، بس انا مأمن يا ست مريم. تفضل. الحقيقه اني انا من الاشخاص اللي شاركوا بالنضال السياسي ضد الاحتلال الفرنسي، بعدين تم اعتقالي واسري وظلوا ينقلوني من بلد لبلد لحد ما لقيت حالي بالجزائر، وهنيك تعرفت على كولونيل فرنسي، ولما عرف اني انا من هون ومن حبه الشديد للشام قرر انه يهربني. بالحقيقه هو السيد فرانس. شو اخذوا على الجزائر لك عمي؟ وشو هي الرساله؟ لو سمحت كمل يا سيد. حسان النقيب حسان من أفراد الجيش العربي السوري. تشرفنا. تفضل. بالحقيقة سيد فرانس أجبر من قبل السلطات الفرنسية للعودة إلى أجهزة الأمن تحت طائلة المسؤولية الشديدة على حسب ما فهمت منه، وكمان أجبر على الالتحاق بالقوات الفرنسية المرابطة بالجزائر، والأهم من هذا الشيء كله إنه القوات الفرنسية أجبرته على الانفصال من حضرتك يا ست مريم. وافق غصبا عنه، وعلى قوله انه لا يجوز الارتباط من ضابط امن فرنسي من امراه سوريه بهزوه في المر فيها. عنزنك شوي. أمضي عليك يا بنيتي على هالحظ. الله لا يوفقك. الله لا يوفقك ولا يسامحك على هالعملة. أبو طالب مزبوطة هالقصة اللي عم تقولها مريم؟ هذا اللي صار يا أم طالب. الله لا يوفقه. الله لا يسامحه على هالعملة. يخرب بيته. مزبوط مثل ما بيقولوا اللي ما بياخد من ملته بيموت بعلته. ما رح وش غير الله يسامحه. الله لا يوفقه على هالعملة. الحقيقة شو أنا مصيري؟ شو أنا مصيري؟
وحدي الله فيك اختي، وحدي الله. لا اله الا الله. خلص يصطفي، المهم انت ما تزعلي. شلون ما ازعل منه؟ شلون الله قال لي ليش تجوزني؟ طب اختي بركي مغلوب على امره، كيف بيجي من قلبه يعمل فيني هيك؟ خلص اختي لا تاخدي على خاطرك، نزل من عيني كثير يا صالحه، نزل من عيوننا كلنا. الله يسامحه، على اساس ترك كل شيء مشاني. خلص اختي تؤمني اللي صار صار. أهلين أبو العباس. أهلين معلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من بكرة الصبح بتجهزوا حالكم، في عنا كم راس طرش بدنا نروح نشتريهم. صار تصحوا على بكير صبوحي، طوت الحصان على البايكة بتكسر عرقه بتعلق له علف. صار بضاي عوام. أهلين خالتي. أهلين خالتي. الله يرضى عليك. شرفي. ايه خالتي شو صار معك؟ مش الحال. ما فهمت كيف يعني. يعني جبت دلال على البيت وعلى الفرن وبهالكم يوم بينباعوا. والله يا خالتي انا مو هين علي بيت هالفرن. هذا فرن ابوك واخوك وكان معيشكم حياه كريمه، بعدين انتو فرانه الحاره ابا عن جد. هذا اللي كانت مربي خالتي، هذا اللي كانت مربيك. لا إله إلا الله. خالتي ليش ما بترجع لبيتك؟ بعدين أنت قعدتك هنيك بين أهلك وناسك وحارتك ما بيعطل شغلك هون. تعرفي خالتي بحس إنه رب العالمين كاتب علي العذاب. أوف شو هالحكي اللي عم تحكي لك خالتي؟ لأنه هي هيك يا خالتي، هي هيك. من صغر سني تيتمت وفقدت أخي قدام عيوني، ورجعت فقدت أمي، ومال الشام البنت يلي كبرتها وربيتها ليك هلأ كبرت وتجوزت وصارت ببيت جوزها. لهيك يا خالتي بعد قدرت فوت بيتنا، عم حسه كبير وفاضي وحيطانه كتير باردة يا خالتي. قد ما تقولي باردة. خالتي أنا ما بدي أسمع منك هالحكي بنو، أنت لساتك شاب والعمر كله قدامك، بعدين أنت اللي عملته ما عمله ألف شاب. بعدين أنت بكرة بتتجوز وبيجيك ولد من صلبك، رح تشوف إنه الدنيا كلها تفتحت قدامك وكل شيء رح يكون عالي العالي. برضاي عليك يا خالتي. الجماعة نحن حكينا معه والبنت أنا شفتها بسم الله وما شاء الله عليها مثل فلقة القمر. خير خالتي خير، اعملي بتشوفي مناسي. يتقبر قلبي يا خالتي، راح اعمل لك لقمة اكل تاكلها. ايه سلم بياتك حبيبي. ميت اهلا وسهلا. ما عم صدق عيوني. لا صدق عم نصدق. نورت الشام وحوالين الشام. ميت اهلا وسهلا. شرف عمي شرف. طمني كيف الملكاني وشغله والرزق؟ الحمد لله المواسم عال العال والخير طايف والفلاحين عم يشتغلوا ليل ونهار. حاصلوا يا ابو العز، بتروح مثل الطير الطاير على البايكه وبتنقي خروف معجعج تذبحه وبتوضبه كرمال رجوع الاغا بالسلامه. عم تحكي عن جد ولا عم تمزح عمي مدحت؟ اكيد ما عم بمزح يا ابو العز. كم ساعة بيكون الاغا بالشام؟ ايه شو عليه؟ بامرك عمي مدحت بامرك. شو فهمتك؟ جناب الاغا ناوي يمر على الملكاني وبعد يشد على الحارة. الاغا على نافوخنا من فوق
وبحطه بقلبي كمان. يلا حروك. بأمرك بأمرك. عم مدحة لك ايه والله هو بذاته وشحمه ولحمه. ألف رحمة على السلامة. أحلى أبو الهول. أهلي عم مدحة. زين هات لك وسم الخدودة. أهلي. يعني شو بنفهم من هالحكي؟ رجعتك أبدية إن شاء الله أنت ومراد آغا من بيروت؟ أبدية يا أبو الهول أبدية. أكيد عم مدحة. أكيد. يا أهل الحارة يا أهل الحي، مدحة أخونا مراد آغا راجع من بيروت، رجع أبدية. وأنا بشرنا رجعة مراد آغا. والله نورت الحارة. أنا هذا فندي. هذا فندي الحمد لله على السلامة. كيف مراد آغا؟ أهلين يا أبو شوكر. الله يطولنا بعمره يا رب. سهلا فيك. حلا بقى حلا ترجعوا على حارتكم ومطارحكم، طالما اللي كان السبب بشنطتكم هالشنطة هاي هفي وراح. وهيك رح يصير يا أبو شوكات. معناتها راجين على طول. اي نعم، ومساعات بيكون الأغا بالشام. عليم الله عليم الله، فرحت لي قلبي. الله يديمك يا أبو شوكات. شرف تفضل. لا بدنا نأجلها ليجي مراد أغا، لأنه أكيد رح تكون ملزمة أكثر. لعيونك يا أبو شوكات لعيونك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه راجع الاغا لك عم زح معك يا ام سلوان؟ ايه والله والله يا سيدي، بينور بيته ومطرحه. حاصل. تفضل سيدي. على الحارك بتقلفت البيت فوقاني تحتاني وبتخليته يطوي. الله يرضى عليك. منصه الاغا على الملكاني ببعث لك الشباب بيجيبوا لك الخضره والفواكه وكل مستلزماتك. بامرك. بدنا نبيض وشنا قدام الاغا. وشك ابيض يا سيدي. شو سمعتي؟ حاضر. شو رجعتوا عالشام؟ ايه رجعنا. ليش مين بيقدر يقعد بعيد عن اهله وخلانه؟ ومراد اغا كمان راجع عالشام؟ ايه راجع، شحوا ساعاته بصير بالشام. حس انه مراد اغا راجع بالسلامة، الشغلة صار بدها وقعة. يا نعم خروف بلدي عواس، الله اكبر، ولحمة وكراديش ورز يا كريم. احلى عزيمة غدا بتخدم عيونكم يا شباب. قدوا قدود مدحت افندي. ان شاء الله رح ترجع تفتح وخان الحمل. معلوم. إيه الله يقويكم. بتدور عمي مدحت بتدور. عن اذنكم يا جماعة بدي اشوف المختار ابو عدنان. المختار ابو عدنان والشيخ بلال وصلوا مشوار على المحافظة. مين الشيخ بلال؟ مو الشيخ عمر، عطاك عمره الله يرحمه. إيه رحمة الله عليه. الشيخ بلال كان بالازهر الشريف، ولما رجع لعنا على الحارة سلموه امامة الجامع. ايوه. شرف شرف سيد مدحت، سلم على عمي ابو طالب شحاب الخان. شرف شرف سيد. عن اذنكم. الله الله الله، خلينا نشوفك. ما شاء الله ما شاء الله. اهلا وسهلا اخي. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.